بدأت فعاليات الأيام الثقافية الهندية في سوريا لعام 2017 التي تقيمها وزارة الثقافة بالتعاون مع سفارة جمهورية الهند بدمشق في احتفالية افتتحتها فرقة أوديسي للرقص بقيادة الفنانة جانهابي باهيرا على مسرح دار الأسد للثقافة بمدينة اللاذقية. تقوم وزارة الثقافة بتمتين العلاقات الثقافية مع الدول الصديقة كالهند وروسيا والصين وإيران، وهذه بداية بالتأكيد راح تكون جميلة من خلال أيام الثقافية الهندية التي سوف تعرض هذه الفعالية في أكثر من محافظة سورية. نحن نشاطر الشعب السوري معاناته بسبب هذه الأزمة، ولا شك أن الثقافة والتبادل الثقافي تلعب جزءا مهما وكبيرا في حياة الشعوب، وهي يجب أن تستمر رغم كل الظروف. سوريا بلد الحضارة، بلد الثقافة، بلد الانتصار. نحن في ظل هذه الحرب وثقافتنا التي انتشرت في العالم، حيث أننا أقدم مدينة ظهرت فيها الأبجدي، نستمر بنشر الثقافة والتعاون مع الدول ولا سيما الهند، وهذا دليل استمرار الانتصار والحضارة في سوريا. طبعا هذا مو أول أسبوع، من فترة كان في عنا افتتاح الأسبوع الإندونيسي، وكان الأسبوع الصيني، واليوم الهندي، وبكرة في الأرجنتيني، وبعده إلى ما هنالك من الأسابيع الفنية. هذا الوزارة عم تشتغل عليه، عم تكثف هذا الجهود بهذا الاتجاه كرمال التبادل الثقافي وتبادل المواهب والفنون ما بين الدول. أحظى مع فرقتي بتجربة ممتعة بزيارة إلى سوريا، حيث وجدت فيها منذ وصولي الجمال وكرم الضيافة والترحاب على الرغم من الظروف التي تمر بسوريا. باهيرا التي رافقها 4 عازفين قدمت 4 رقصات على فترتين مستوحاة من التراث الهندي، اختارت أن تطلع الجمهور عنها في شرح تفصيلي قبل أن تترجمها حركات جسدها على المسرح لقصة من خلال فوارق الدقيقة في تعابير الوجه وحركات اليدين وخطوات القدمين متشاركة مع الأصوات المرافقة.